مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الشرح. سنتعامل مع متحكم الـ USB 8285 USB 8285. فهذا المتحكم هو شبيه بمتحكم الـ USB 8266، إلا أن هذا المتحكم فهو يحتوي على فلاش مدمج. لتنصيب الـ SDK تكتبون USB 8266 أردوينو باكيج، وتدخلون على متحكم الأردوينو من هنا من الـ Preference، تضيفون الرابط هنا مع استخدام فاصلة، فهذا هو الرابط الخاص بالـ USB 8266 والذي يشغل أيضا USB 8285. تدخلون على بورد مانجر، وتبحثون عن USB 8266 بهذه الطريقة وتقومون بالضغط على انستال. في الخيارات تختارون الـ USB 8285 جينيريك USB 8285. سرعة التحميل فهي 115/200، والريسيت ميثود فهي نود ام سي يو، ومن ثم تضغطون على فيريفاي. للكومبايل ومن ثم ابلود لرفع البرنامج على المتحكم. في هذا البرنامج الصغير فهو يتحكم برولاي، فوجب تعريف سيت اب البين مود. هذه هي ارقام البين مود وتعريفها على انها اوتبوت، ومن ثم الدخول الى اللوب وكتابة فالو، تقوم ب اون وهاي تقوم ب اوف، فهو على عكس الأردوينو، فلو تقوم ب اون و اوف و هاي تقوم ب اوف، يعني اننا نقوم باشعال الرولاي واحدا تلو الاخر، ومن ثم الانتظار لثانية، ومن ثم اطفاء الرولاي مع فرق 100 ملي سكوند بين الإشعال والإطفاء. وهذا هو الرولاي الذي استخدمه في الشرح، رولاي. فهو رولاي صغير من 4 بور، فهو هذا بالضبط، يحتوي على جراوند و VCC وإن 1 2 3 4. فأقوم بربط كل من الانبوت بالأصفر، فالأصفر هو الخاص بالسينيال. في هذا الشرح أستخدم 4 3 2 1 على البوردة، وهي تساوي هذه الأرقام 5 4 0 2، وهذه الأرقام فلها علاقة مباشرة بالبوردة pin out. ففي الشرح قمت بإرفاق هذه الصورة وصورة للـ USB 8285، فهذا هو 5 4 0 2، فهذه هي الأرقام الحقيقية التي أعرف في التطبيق 5 4 0 2.
وبعد الكومبايل تقومون بأبلود وربط الأسلاك مع الغلاي التي سنراها في المرحلة القادمة من الشرح. في هذا الجانب العملي من الشرح سنقوم بتجربة الغلاي. هذا هو الغلاي وهذا هو متحكم الـ USB 32. في هذا الجانب التطبيقي سنحتاج إلى كابل USB باور بانك، متحكم الـ USB 82 85، والرولاي. فهذا هو الرولاي. الرولاي يحتوي على 4 من القاطعات. فالسلك الأول للرولاي فهو الجراوند، والسلك الأخير فهو VCC. الآن سنقوم بربط الجراوند بالأسود، فلا يهم أيهما استخدمتم، والأحمر VCC نربطه بالأحمر بهذه الطريقة، ومن ثم نقوم بربط الإن مدخل الرولاي الأول بجي بي آي أو رقم 1 بهذه الطريقة. والثاني مع الثاني، والثالث نقوم بربطه مع الثالث بهذه الطريقة، والرابع مع الرابع. لقد قمت بفصل الـ VCC فقط لكي أتمكن من تركيب هذه الأسلاك. بهذه الطريقة نكون انتهينا من ربط المتحكم. الآن ما علينا سوى وصل الباور بانك بهذه الطريقة. كما تلاحظون فهو يقوم بإشعال الرولاي وإطفائها والانتظار 3 ثواني بعد عملية الإشعال والإطفاء. وهذا هو الجزء الأول من